وإلى أخبار محترفين في الخارج، والبداية مع محمد صلاح، حيث وجه النجم الإيفواري ديدي دروجبا مهاجم تشيلسي السابق رسالة لمحمد صلاح لاعب ليفربول بعدما أصبح الهداف الأفريقي في الدوري الإنجليزي. وكتب دروجبا عبر صفحته الشخصية انستجرام: الهداف الأفريقي الأخير للدوري الإنجليزي وصاحب الرقم القياسي، سيداتي آنساتي نقدم لكم محمد صلاح. يذكر أن دروجبا كان هداف اللاعبين الأفارقة في الدوري الإنجليزي برصيد 29 هدفاً، إلا أن صلاح استطاع أن يحطم نجم تشيلسي السابق بعدما سجل 30 هدفاً في الموسم الحالي. حصل هدف مؤمن زكريا لاعب الأهلي السعودي في شباك الجزيرة الإماراتي على جائزة أفضل هدف بالأسبوع في الجولة السادسة من دوري أبطال أسيا في الاستفتاء الذي أطلقه الاتحاد الأسيوي منذ أيام. وكان زكريا قد أحرز هدفاً ساهم في فوز الأهلي على نظيره الجزيرة الإماراتي بهدفين لهدف، وحصد زكريا اللقب على حساب منافسه لاعبه العين الإماراتي عمر عبد الرحمن عموري. وإلى جولة في الملاعب العالمية، حيث كشفت صحيفة إندبندت البريطانية عن رحيل الفرنسي أرسين فينجر المدير الفني الحالي لأرسنال بنهاية الموسم بعد أن تولى قيادة الفريق لمدة 22 عاماً. وبعث فينجر رسالة عاطفية لجماهير أرسنال ينهي فيها مشواره الطويل والحافل مع فريقه، حيث قال في رسالته: بعد دراسة متأنية وبعد مناقشات مع النادي، أعتقد أنه الوقت أصبح مناسباً للتنحي عن منصبي. أنا ممتن لقيادة النادي لسنوات طويلة لا تنسى، وجاء قرار رحيله بعدما احتل الأرسنال المركز السادس برصيد 54 نقطة، وما زال الفريق ينافس على لقب الدوري الأوروبي والذي سيواجه فيه أتلتيكو مدريد بنصف النهائي يوم الخميس المقبل. ودع المصري محمد النني لاعب وسط نادي أرسنال الإنجليزي اليوم مدربه الفرنسي أرسين فينجر الذي قرر ترك منصبه كمدرب للجنرز نهاية الموسم. ونشر النني صورة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر معلقا عليها بالتحية للمدرب الفرنسي. يذكر أن فينجر تولى تدريب الجنرز منذ 22 عاما وخاض معه 823 مباراة في الدوري الإنجليزي، وذلك قبل مواجهة ويست هام يونايتد الأحد المقبل ضمن الجولة 35 من عمر البريمير ليج. كشفت صحيفة ماركا الأسبانية أن نادي ريال مدريد الأسباني غير مهتم بالدخول في صراع للحصول على خدمات البرازيلي نيمار دي سيلفا لاعب باريس سان جيرمان. وأكدت الصحيفة الأسبانية أن الملكي لن يتفاوض مع اللاعب البرازيلي إلا في حالتين، أولهما إذا أعرب نيمار عن رغبته في الرحيل عن الفريق الباريسي. وأشارت ماركا إلى أن الحالة الثانية هي اشتراط موافقة نادي العاصمة عن رحيل لاعبه، حينها سيفتح باب التفاوض وتقديم عرض يتناسب مع قيمة اللاعب البرازيلي والذي قد يبلغ 222 مليون أورو.
كشفت الصحافة الأسبانية عن العروض الرسمية التي تلقاها قائد فريق برشلونة الأسباني ولاعب المنتخب الأسباني أندرياس إنييستا من الصين من أجل الانتقال إلى الدور الصيني بعد نهاية الموسم الحالي. وذكرت صحيفة موندو ديبرتيفو الأسبانية أن أندرياس إنييستا أمامه عرضين في الوقت الحالي، العرض الأول من نادي شونجينج ليفان والآخر من فريق تيانجين كوانجيان، كما أن العرضين كبيرين ولكنهما متقاربان من الناحية المالية. ألقت صحيفة موندو ديبرتيفو الأسبانية الضوء على رقم قياسي ينتظر ميسي نجم برشلونة في مواجهة إشبيلية غدا السبت في نهائي كأس ملك إسبانيا. ويتساوى ميسي في الرقم القياسي بعدد الأهداف المسجلة في نهائيات كأس الملك مع تيمور زارا أسطورة أتلتيكو بلباو، حيث أحرز كل منهم 5 أهداف في النهائيات. ويسعى ميسي لفض شراكته مع زارا غدا السبت عبر هز شباك إشبيلية، وذلك خلال اللقاء الذي سيقام على ملعب واندا ملعب قل أتلتيكو مدريد.